اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. اهلا وسهلا. نحن متواجدين في محافظة حماة في منطقة الغاب لإحداث مديرية زراعة حماة والدوائر الزراعية. طبعا هذا العمل له أهمية كبيرة كون منطقة الغاب هي منطقة خصبة تتمتع بالتربة الخصبة والمعدلات المطرية الجيدة، منطقة استقرار أولى تجود فيها المحاصيل الزراعية بالأخص محصول القمح والشعير اللي هن من المحاصيل الاستراتيجية الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة، بالإضافة للاهتمام بقطاع السروة الحيوانية أيضا المنتشر بكميات كبيرة في منطقة سهل الغاب. في منتصف الطريق أو في بداية الطريق نهائيا بعد الأحداث الأخيرة اللي صارت في الجهة، ما بدي أطول عليكم بالشرح كثير إن شاء الله، بس أهم شيء تعاونكم معنا. ولو ظروفنا صعبة، نحن عايشين حاليا بظروف حرب. يا صدام